دلوقتي احنا سمعنا مواقف كتير عن موضوع عمارة التحرير واللي بيحصل فيها والمشاكل والدنيا دي كلها والجن والعفاريت والخزعبلات اصلا الناس بتقول عليها دي، فانا حبيت اجي اتاكد بنفسي عشان اثبت ان اصلا ما فيش حاجه اسمها الكلام العبيط ده، ما فيش حاجه اسمها جن وعفاريت. هو مذكورين في القران بس ما فيش حاجه تطلع لك وتهبد وتعمل والدنيا دي كلها زي ما الناس بتقول. انا وقفت مع الراجل، جيت هنا اتكلمت معاه صاحب عمارة التحرير واتكلمنا عن الموضوع دوت، وانا اصلا قلت له معلش انا عندي حب استطلاع، عايز اعرف الموضوع ده، ممكن بعد اذنك اخد مفتاح الشقه المتوضبه عندك دي واشوفها اللي كان موضبينها قبل كده بيقول لك حصل فيها وحصل. قال لي انا اتمنى عشان عايز اثبت للناس برضو، وعشان انا حالي واقف الناس محدش بيجي وكله مطلع اشاعات على العماره وفيها وفيها وفيها. فانا حاليا قدام الشقه المتوضبه دي، وخدت المفتاح من الراجل واستأذنته ان انا هطلع اصور عشان اثبت للناس كلها ان مفيش اي مشاكل ولا في اي حاجه. طبعا عايزين الله في الاول، حتى برضه لو فيش اي حاجه نخش ونحصن نفسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي حضراتكم أنا جوه الشقة ومش شايف أي حاجة خالص، يعني بسم الله ما شاء الله شقة متوضبة. أنا بس عشان نقفل الباب مفيش أي حاجة في الشقة، يعني بسم الله ما شاء الله الشقة يعني الله أكبر مساحة وما فيهاش أي مشكلة. يعني البكرة دي مكسورة، الباب ده مقفول. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مفيش أي حاجة حضراتكم، أهو الدنيا زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ عروسة لعبة ألعاب مفيش أي مشكلة. تمام. أنا عايز أفهم يعني المشكلة في إيه؟ أنا حضراتكم يعني إيه؟ أنا أهو أنا حاليا جوه الشقة مفيش أي مشكلة ولا في. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان في هنا عروسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. برضه ما نتأكدش من حاجة زي كده، اكيد في حاجه غلط. انتوا مش شفتوا معايا ان هنا في عروسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب نكمل استكشاف في باقي الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة انا اخش هنا ده اكيد كان موجود، ده شكلها في كل ده شغل تهيؤات اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اصحابي يرنوا عليا عشان يطمنوا. والله يا جماعه ما فيش حاجه، انا اهو هو بس شكل البتاع دوت، انا بتهيألي او مبين ما كانش فيه حاجه، هبقى راجع الفيديو واشوف، بس بتهيألي ما كانش فيه حاجه هنا. الستارة دي بتتحرك ولا انا بتهيألي ولا ده هوا؟ بس هوا، الدنيا متقفلة خالص ولا في أي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حاجة. إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الموضوع ابتدى يبقى مريب. وزي ما اشتري انا عم ما بقلقش من الكلام دوت، بس برضو يا جماعه في برضو مذكور في القران الجن والكلام ده كله، بس طول ما انت محصن نفسك باذن الله مفيش اي حاجه تحصل لك. دايما تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، مفيش حاجه تظهر لك ولا حد تقدر. زي بسم الله الرحمن الرحيم.